تتواصل الجهود المصرية المبذولة لدعم الأشقاء الفلسطينيين بتجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، واستمرار عمل معبر رفح من الجانب المصري رغم تصاعد حدة الصراع على الجانب الآخر. شهد اليوم دخول أكثر من 150 شاحنة من المساعدات الإنسانية المتجهة لمنفذ كرم أبو سالم في صورة تعكس الدور المصري الكبير لخدمة القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء في القطاع. المزيد يطلعنا عليه الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. بعد التحية، لازالت الصورة أمام بوابة معبر رفح البري من الجانب المصري تعكس الدور المصري الكبير والجهود المصرية المكثفة والمتواصلة لزيادة وتيرة عدد المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة. اليوم نتحدث عن دخول 171 شاحنة اتجهوا بالفعل لمنفذ كرم أبو سالم، مع استعداد بالطبع كل المتطوعين لتجهيز مزيد من المساعدات الإنسانية، ربما تدخل على مدار اليوم ليصل العدد إلى 200 شاحنة تتجه إلى منفذ كرم أبو سالم. لكن اليوم أيضا لم يتم دخول أي من شاحنات الوقود، مما يساعد على تفاقم الأزمات الكارثية داخل قطاع غزة، خاصة فيما يتعلق بالقطاع الصحي وتشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات، حيث يعني تم الإعلان عن أن مستشفى شهداء الأقصى لا تعمل سوى بمولد كهربائي واحد بعد أن خرج المولد الآخر عن الصيانة، وتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي في تدمير المولدات الكهربائية الأخرى حتى تقل الإمكانيات داخل المستشفيات بسبب نقص الوقود. لكن لازالت المساعدات تتدفق، وهنا نتحدث عن أهمية المعابر البرية في دخول هذه المساعدات حتى مع تشغيل الرصيف العائم البحري الأمريكي داخل قطاع غزة، ولكن لا يكفي لدخول الاحتياجات. وفي هذا الصدد أعلنت مديرة برنامج الأغذية العالمي عن توقف توزيع المساعدات الخاصة بها من هذا الرصيف مؤقتا، حفاظا على سلامة وأمن الموظفين والعاملين بها بعد تعرض يعني المستودعات، نتحدث عن مستودعين خاصين بمجمع المستودعات يعني تعرضوا للقصف من الاحتلال الإسرائيلي، فبالتالي تم توقف المساعدات الخاصة ببرنامج الأغذية الأعلامي. فيما يتعلق بالوضع الميداني، نسمع دوي الانفجارات منذ صباح هذا اليوم في المناطق الغربية وأيضا المناطق الشرقية القريبة من منفذ كرم أبو سالم، وربما تعرضت منطقة المواصي اليوم أيضا لعدد من القصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. لكن لازالت الجهود المصرية مستمرة لدخول مزيد من المساعدات الإنسانية والوصول لوقف إطلاق نار كامل داخل قطاع غزة. هذه هي الصورة من أمام بوابة معبر رفح البري، والآن أعود إليكم في الاستوديو مرة أخرى.